هنبتدي معاكم باخبارنا احنا بقى في مصر. يعني عندنا خبر مهم جدا عن مباريات الدوري. لجنه المسابقات باتحاد الكوره حددت احد يومي 25 او 26 اغسطس موعدا نهائيا لانتهاء مسابقه الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022. واستقر مسؤولي اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكوره على اقامه الجولات الثلاثه الاخيره للدوري في موعد واحد وتوقيت موحد لجميع المباريات لاعمالا لمبدا تكافؤ الفرص. طيب اما بقى بالنسبه للنادي الاهلي، فريق النادي الاهلي هيخوض 7 مباريات في مسابقه الدوري العام بدون لاعبي المنتخب الاولمبي، وده لانه هيبتدي المعسكر الاخير للفراعنه قبل الاولمبياد، يعني يوم 6 يوليو المقبل ان شاء الله. بكده هيخوض النادي الاهلي 7 مباريات بدون اللعيبه بتوعه اللي هيشاركوا مع المنتخب الاولمبي بعد اعلان الجدول. تعالوا بقى نتعرف على المباريات اللي هياخدها النادي الاهلي بدون لاعبي المنتخب الاولمبي، وهي كالاتي: المقاولين العرب والاهلي هيكون يوم 8 يوليو، المقاصه والاهلي 11 يوليو، الاهلي والبنك الاهلي 22 يوليو، الانتاج الحربي والاهلي 25 يوليو، اسوان والاهلي 29 يوليو، وادي دجله والاهلي 2 اغسطس، الاهلي وسيراميكا يوم 5 اغسطس القادم ان شاء الله.